ألف باء تاء ثاء. قدم فرع حلب لنقابة المعلمين الملحمة الوطنية تحت عنوان سيد الرئيس للمخرج محمود درويش. الغاية الأساسية من هذه الفكرة هو توضيح ما تم قبل أو ما كان يتم قبل الحرب من إنجازات من النهضة، وأثناء الحرب ماذا حصل مع المعلم، مع العامل، مع المهندس، مع حتى الطفل، ومن ثم ما يتمناه شعبنا إن شاء الله بعد انتهاء هذه الحرب، ما يتمناه من السيد الرئيس أن يحققه إن شاء الله وأن نعود إلى نهضة أخرى بإذن الله. هذا المسرح هو مسرح تربوي ممنهج، نريد من خلاله أن نقول لكل العالم المعلم يستطيع أن يبني ويستطيع أن يعمر ويستطيع أن يبني جيلا فنيا يستطيع من خلاله أن يقول نحن صناع حضارة. قمنا بهذا العمل المسرحي المعبر عن فرحة الشعب، وضم هذا العمل كافة الشرائح، هناك الطبيب وهناك الطالب والفلاح. وضمت الملحمة مجموعة من الأفكار تحاكي كافة شرائح المجتمع وتؤكد على مدى اختيار القائد الذي يمثل السوريين، وتضمنت رسائل لكل من حاول النيل من صمود سوريا وشعبها. طبعا هذا بيدل على استقلالية القرار السوري، ونحن المعلمين في طليعة شرائح المجتمع انه نكون نحن مع القائد مع الوطن. العمل كتير رائع، ونحن كمعلمين يعني هذا واجب علينا. هاي تجربة لأول مرة الصراحة بتكون فيها نقابتنا، نحن نفتخر فيها كعمل، ونفتخر انه قدرنا نقدم شيء او قدرت نقابتنا تعمل شيء بهالملحمة الوطنية، ومنقول نعم والف نعم لسيد الرئيس. خلي الغرب يشوفوا شقد نحن بنحب لرئيسنا بشار الاسد. افكار نيرة عن كيفية بناء سوريا، اي كيف كل واحد منا يستطيع ان يبني سوريا، سواء كان معلم، فلاح، عامل، جندي، اي شخص كان. وتاتي هذه الملحمة التي قدمها مجموعة بنات الاجيال كعربون محبة ووفاء للرئيس بشار الأسد. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.